فنراجع شغله الفري سبيس. بالفري سبيس قلنا السيجما تساوي صفر، ابسلون هو ابسلون نوت، وميو هو ميو نوت. بالتالي الاتينويشن ماكو، اضم احلال الموجه. البيتا تساوي اوميجا جذر الميو وابسلون، كل اثنينها اعبر عن ميو نوت ابسلون نوت. وهذا الميو ميو نوت ابسلون نوت هو قلنا واحد على سرعة الضوء، هو واحد على جذر ميو نوت ابسلون نوت، يعني واحد على سرعة الضوء، فراح يصير الاوميجا على سرعة الضوء. الايتا جذر ميو نوت على ابسلون نوت. هاي منين اشتقيناها؟ تروح من الايتا مال الايتا مال اللوسليس، هاي تخلي مكان الميو ميو نوت، مكان الابسلون ابسلون نوت، او من اللوسي هاي تعبر عن السيجما صفر، راح يصير جي اوميجا ميو نوت على جي اوميجا ابسلون نوت. تختصرها جي اوميجا مع جي اوميجا، يبقى جذر اوميجا ميو نوت جذر ميو نوت على جذر ابسلون نوت. اذا هاي وقلنا هاي الايتا اللي هي ممانعة الموجة بالفراغ، قيمتها 120 باي او 377. هذا الرقم لا تنسوه، هذا الرقم مهم جدا. ممانعة الانتشار الامواج بالفراغ 377 اوم او 120 باي. المجال الكهربائي اعبر عنه بإي نوت كوساين اوميجا تي ناقص بيتا زيت اي اكس. الاتش اعبر عنه بإتش نوت كوساين اوميجا تي ناقص بيتا زيت اي واي. مثلا هنا المجال الكهربائي باتجاه الاكس، مناطيسي باتجاه الواي. اذا ما عندي اتش نوت، منين اطلع؟ من الاي نوت. اي نوت على الايتا، ايتا ايش قد بالفراغ؟ 120 باي. اتصور هاي واضحه يعني. هسه مثلا هسه هنا عندنا هاي الموجه، منو يقدر يعبر عن المجال الكهربائي بيا اتجاه؟ هسه المجال الكهربائي بيا اتجاه عندك، طبعا هنا الاحداثيات العمودي هسه خلينا نقول الواي، والافقي هو الاكس، فالمجال الكهربائي هو عمودي هسه، يعني اي واي، يعني باتجاه الواي. اي واي، يعني هنا من نريد نقول الاي شو نخلي هنا؟ نخلي اي واي مو اي اكس. والمجال المناطيسي افقي، يعني نقول اي اكس، يعني ماكو اي واي، نخلي اي اكس، يعني حسب الشيء اللي انت عندك. زين خلينا نجي هسه نقرا هذا الكلام كم سطر. يقول both E and H fields، يعني كلا المجالين، المجال الكهربائي والمغناطيسي للموجة الكهرومغناطيسية، are everywhere normal to the direction of the wave propagation، يعني هم في أي مكان يكونون عموديين على اتجاه انتشار الموجة. فمثلا هسه اتجاه الموج انتشار الموجة بهذا الاتجاه، مثلا بالزيت، هذا الزيت خلينا نقول، فالاي عمودي على هذا الاتجاه، والاتش ايضا عمودي على اتجاه انتشار الموجة. زين that means، وهذا يعني the fields lay in a plane that is transverse or orthogonal to the direction of wave، يعني المجالات تقع بمستويات مستعرضة على أو عمودية على اتجاه انتشار الموجة. They form an EM wave، هاي راح المجال يعني راح تشكل موجة كهرومغناطيسية. That has no electric or magnetic field components along the direction of propagation، ما عندي اي مركبه للمجال المغناطيسي او الكهربائي باتجاه انتشار الموجه.
باوه الاي السنة عمودي ما عندي اي باتجاه الموجة والاتش افقي ما عندي ايش باتجاه الموجة اي مركبة باتجاه الموجة للمجال الكهربائي والمغناطيسي ما عندي اثنين هن عمودية على اتجاه الموجة such wave is called a transverse electromagnetic wave يعني الموجة المستعرضة ليش هاي التسمية؟ لأنه المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي عموديين على اتجاه انتشار الموجة يسموها transverse electromagnetic wave اختصارا TEM T من الترانسفيرس والـ EM هي electromagnetic wave هسه راح نجي ناخذ الوسط الأخير الوسط الأخير انتشار الأمواج بالمواصلات الجيدة بالمواصلات الجيدة السيجما أكبر بكثير من الأوميجا أبسلون يعني معناتها هاي النسبة تقريبا انفينيتي أو يصير رقم عالي جدا كبير عالي كبير هاي وين إذا تريد تنشر الموجة بوسط موصل جيد السيجما قريبة من الانفينيتي تقريبا بس هي مرات رقم من تقسمه المهم هو هذا العامل من تقسمه راح يطلع لك رقم كبير الابسلون هي الابسلون نوت بالموصل الجيد بس الميو هو ميو نوت ميو ار طبعا احنا عندنا اعتقد نردنا شوية نصلح بعض الاشياء لانه اعتقد عندنا بالمحاضرة عندنا نرجع للمحاضرة مالتنا هاي الاوساط هنا لازم ميو ميو نوت يعني هنا لازم نضيف ميو ميو ار يعني مثل هاي هاي انتو شباب ضيفوها هنا نخلي ميو نوت ميو ار هم ميو ار ميو نوت بالجود كوندكتر ميو ار ميو نوت زين بال جود كوندكتر الميو ميو ار ميو نوت بس الابسلون هو ابسلون نوت والسيجما انفينيتي المهم هو هذا الرقم زين الالفا والبيتا متساويه وتساوي جذر اوميجا على ميو سيجما على اثنين اوميجا ميو سيجما على اثنين عفوا تحت الجذر زين الاوميجا 2 باي اف فاثنين ويا اثنين تختصر يبقى باي اف فوق فراح يطلع لك هذا الرقم هذا الرقم هي الالفا او البيتا نفس الشيء هي متساوية واذا هي متساوية فراح تصير الزاوية 45 بين المجال المغناطيسي والكهربائي هي المتساوية الالفا والبيتا والايتا قيمتها جذر اوميجا ميو على سيجما هاي تقدر تشتقها منين من معادلة الايتا مال اللوسي تعوض سيجما والله سيجما هاي موجودة تعوض الابسلون ابسلون نوت والميو ميو نوت ميو ار والالفا والبيتا متساوية تعوض عنها المفروض يطلع لك هذا الرقم والزاوية 45 شنو يعني هاي 45 يعني المجال الكهربائي يتقدم على المجال المغناطيسي 45 درجة فإذا كان المجال الكهربائي هاي صيغته لازم هناش نكتب بالمجال المغناطيسي ناقص 45 نفس الزاوية بس تطرح منها 45 هاي شنو هي 45 زاوية الإيتا فرق الطور بين المجال الكهربائي والمغناطيسي
الاي نوت تقدر تعبر عنه باي نوت على ايتا، يعني هاي لازم يكون عندك مألوف. شلون احنا قلنا هنا فولتية وهنا تيار، تيار يساوي الفولتية على المقاومة، فاي الفولتية على الممانعة، ترانزيك امبيدنس قيمتها، والزاوية هنا راح تنضاف. هذا الرقم شباب كلش مهم، هسه راح نجي ناخذه، راح نجي ناخذه. Therefore, as E or H wave travel in a conducting medium, its amplitude is attenuated by the factor e to the minus alpha z. يعني قلنا ما طول اكو الفا معناته اكو توهين، فهذا مقدار التوهين يتناسب مع الـ exponential to the minus alpha z. زين. The distance delta هاي delta through which the wave amplitude degrees by a factor e to the minus 1 about 37%. يعني من تقل قيمة الموجة بمقدار exponential to the minus 1 يعني تقريبا 37% تقل، هاي الحد نسميه skin depth. skin depth هذا كلش مهم. شنو يعني skin بالانجليزي؟ يعني جلد. skin يعني جلد. skin depth يعني سمك الجلد. هذا skin depth الموجة من تمشي بالموصل، الموجة من تمشي بالموصل ما تمشي على كل أجزاء الموصل، كل ما يزيد التردد يقوم تمشي على القشر مال الموصل، على القشر ما تمشي ببطن الموصل، تمشي على القشر مال الموصل. فلو كان مثلا المقطع دائري راح تمشي على القشر. سمك هذا القشر اللي يمشي بتمشي بيه الموجة هو يسموه skin depth أو يسموه penetration depth of the medium. كل وسط ممكن انه حسب السيجما تطلع السكن ديبث، هو واحد على الفا. قلنا الالفا بالمواصلات هو هي جذر باي اف ميو سيجما، هذا لازم نشوف لك طريقه تحفظها. الالفا الدلتا هي واحد على الفا. سكن ديبث از ميجر از ا ميجر اوف ديبث ان ويتش ذا اي ام ويف كان بنتريت ذا ميديوم. يعني هذا مقياس للسمك اللي ممكن انه تخترق الموجة الكهرومغناطيسية بالنسبة للوسط. مثال مثال هذا مثال هذا الاكزامبل ارجو انه تنتبهون عليه. يقول a uniform plane wave propagating in a medium. عندك موجة متجانسة تنتشر في وسط. has الاي الالكتريك فيلد انتنسيتي منطينية فولت كل متر. بعدين يعطيني بعض الخواص مال الموصل. شو يقول مال الوسط عفوا؟ يقول هذا الوسط الاي ار واحد وعندي ميو ار وعندي سيجما اوم لكل متر. قال اسمه مباوع على الحد. عندي ميو ار وعندي سيجما يساوي 3 اوم لكل متر. مطلوب الالفا والبيتا والاتش اتنيويشن فاكتور والفيس فاكتور كونستانت، فيس كونستانت والماجنتيك فيلد انتنسيتي. زين، اولا خلنا نعرف شنو هو هذا الوسط. هل هو الوسط فراغ؟ لا، لان عندي ميو ار، اذا هو مو فراغ، مو فري سبيس. هل ان الوسط لوسي؟ لا، لانه لو لوسي كان
ابسلون ار اكو له قيمه يعني صح. عندي سيجما اجي على السيجما هاي اقسمها على الاوميجا ابسلون واشوف ايش قد قيمتها حتى اعرف شنو الوسط. زين زين الابسلون هو ابسلون نوت زين، والاوميجا منين اجيبها يا شباب؟ منو يجاوب؟ هذا اللي هي 10 ايه من هذا القانون 10 اس 8 الاوميجا، فاطلع النسبه مال الاوميجا مال السيجما على الاوميجا اوميجا ابسلون. الابسلون هي ابسلون نوت يعني ابسلون ار واحد واحد، فراح تطلع عاليه جدا. اذا شو نقول؟ نقول هذا موصل شباب. احنا صح قلنا بالبدايه السيجما تساوي انفينيتي صح، بس احنا قلنا راح نعول على النسبه هاي السيجما على اوميجا ابسلون اذا اكبر بكثير من الواحد نقول هذا الوسط هو موصل جيد. اذا showing that the medium may be regarded as a good conductor. زين ايش قد طبعا التردد 10 اس 8 راديان بير سكند. اذا الالفا والبيتا، الالفا والبيتا قانونها هي هاي، او نقول تحت الجذر 2 باي ميو سيجما باي اف ميو سيجما، او نقول اوميجا ميو سيجما على 2 نفس الشيء. الميو شو اطلعها الميو؟ استاذ هذا مو موصل جيد، نقدر نقول اي مو قلنا تساوي بعد وين شنو يا اخوي؟ مو قلنا موصل جيد، موصل جيد تهمنا. هسه شلون نطلع الميو؟ يلا من يجاوبنا؟ نريد نطلع الميو. يلا الميو شو يساوي؟ مو يساوي ميو نوت ميو ار. الميو شو يساوي؟ ميو نوت ميو ار. ميو ار معطيك اياه تضربه في الميو نوت يطلع الميو، مو حتى تطلع الالفا مو يطلع لك ميو. فالميو هو شنو؟ هو الميو ار اللي هو 20 في الميو نوت 4 باي في 10 ناقص 7 هاي الميو نوت. يعني اتصور واضحه الميو شو يساوي؟ ميو نوت ميو ار ويساوي الميو نوت هي 4 باي في 10 ناقص 7 في الميو ار. الميو ار هو منطيني اياها وينها؟ هاي 20 في 20 راح يطلع الميو. يعني هذا هسه خلصنا منه الميو، خلصنا منه. الاوميجا اخذها منين؟ من معادله المجال هاي 10 اس 8 هاي هي الاوميجا. ايش بقى؟ سيجما. السيجما منطيني اياها 3 ما بقى شيء، عوض راسا هسه تطلع الالفا والبيتا نفسها. زين هسه الايتا تاخذ يا قانون الايتا مال الموصل الجيد هو الجود كوندكتر. جود كوندكتر الايتا ايش تساوي؟ جذر اوميجا ميو على سيجما والزاوية 45 تجي هنا طبقها تطلع لك. بعدين هاي قيمة الايتا طلعت. الاتش شو يساوي؟ نفس قيمة الاي 2 تقسيم الايتا. الايتا هاي قسم 2 على هاي القيمة الايتا حتى يطلع الاتش نوت. والايتا اذا ناقص الفا جيت نفسها، انت الالفا حسبتها هاي
بعدين اوميجا تي ناقص بيتا زيت. بعدين شو تسوي؟ ما طول الزاويه 45 تطرحها تقول ناقص 45. هذا الحكي وين؟ بالمجال المغناطيسي. واذا عندك الزاويه مال المجال المغناطيسي بعطيك اياها بالسؤال وقال لك طلع لي مال الكهربائي، لازم شو تسوي؟ تضيف 45، مو تطرح، تضيف 45. زين، اتجاه المجال الكهربائي شنو؟ اي واي، اي واي. اتجاه انتشار الموجة شنو هنا؟ ها؟ اتجاه انتشار الموجة مو اي زيت؟ شباب صار بالعزة المكان. شباب شبيكم شبيكم شو ما تردون صار معنا؟ ايه اسمعكم. صار بالعزة الموجب. ايه بالعزة هاي بالعزة. فاذا عندي المجال الكهربائي بالاي واي والمجال والاتجاه انتشار الموجة بالاي زيت، شلون طلع اتجاه المجال المغناطيسي؟ تسوي كروس برودكت، اتجاه انتشار الموجة كروس اتجاه المجال الكهربائي، يطلع الاي اتش. يعني هذا قانون مهم، خليكم عليه علامة حتى تعرف هذا مهم. هذا اتجاه انتشار الموجة، هذا اتجاه المجال الكهربائي. فاي زيت كروس اي 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 واي، عفوا اي زيت كروس اي واي تساوي ناقص اي اكس. فاذا الاتش ناقص اي اكس، يعني تخلي هنا شنو؟ ناقص اي اكس. فمن تكتب تجي تطلع هاي قيمتها تخليها هنا، واخر شيء تكتب اي اكس والناقص هنا تخليه، هاي اشاره الناقص، ناقص اي اكس. هذا الاتش وهو المطلوب. اذا ايش طلع؟ طلعنا المطاليب كلها الفا والبيتا والاتش. شفتوا شلون الامثله يعني حلوه؟ ممكن انه انت بس تضبط القوانين، الباقي الحل سهل يعني مو صعب. تعال على هذا المثال، يقول ان هوموجينيوس non-conducting region، منطقة غير موصلة بس متجانسة، غير موصلة متجانسة، ميو ار يساوي صفر واحد، find الابسلون ار الاوميجا اذا عندك المجال الكهربائي. هذا المجال الكهربائي اي تو ذا جي كذا. فهاي طب تقارنها ويا الصيغة الثانية، هاي الصيغة، مو احنا قلنا اكو صيغتين تذكرونها لو لا؟ هسه حنرجع عليها حتى اذكركم بيها. باعوا عندي صيغتين، هاي صيغة وهاي صيغة بها الاكسبوننشال، واكو صيغة الكوساين. الأمثلة السابقة حليناها قارنا ويا هاي الصيغة، هسه منطيني بهاي الصيغة المجال الكهربائي بهاي الصيغة، فأقارن وياها. إذن منطيني إياها بصيغة الـ E to the J كذا. من هذا ما عندي E to the J، E to the فتشي exponential to the فتشي ما موجود، باوع هي هاي الصيغة مال المجال الكهربائي. ف معناته الالفا صفر والبيتا، معني ايش عندي؟
عندي اي تو ذا جي اوميجا تي ناقص بيتا واي. باوا البيتا شني؟ 4 على 3 هاي ناقص شباب ناقص. الحمد لله زين. عليكم الله ويصحب عليكم. فهذه البيتا عرفناها البيتا اي تو ذا جي اوميجا تي ناقص بيتا واي. البيتا هي هنا من تقارنها تطلع 4 على 3 يعني اذا نقارن هاي الصيغه ويا هاي الصيغه. هسه ايش عندي؟ عندي المعطول ماكو اتنيويشن ما عندك اتنيويشن. اذا هو اذا هو لو لو فراغ لو فراغ لو موصل جيد زين. اني ما طول عندي ابسلون ار مو ابسلون نوت يعني عندي ابسلون ار فهو وعندي بيتا معناته هذا لوسليس لوسليس ميديم. ليش؟ لان الالفا تساوي صفر والاي من تقسم على الاتش الاي من تقسم على الاتش راح يطلع لك مو 120 باي. لو يطلع لك 120 باي نقول هذا فراغ يعني فري سبيس. من ما يطلع لك 120 باي هسه من تقسم راح يطلع لك 30 باي. اذا هذا لوس ليس. زين ليش ما قلنا لوسي شباب؟ لان الالفا صفر باللوسي الالفا مو صفر. هيج لقيته قسم المجال الكهربائي على المجال المناطيسي راح يصير 30 باي. تعال على اللوسي قارنها ويا صيغة اللوسي اللي هي هاي. زين هاي احنا قسمناها قسمين لان الميو هو ميو نوت ميو ار والابسلون هي ابسلون نوت ابسلون ار. جذر الميو نوت على ابسلون نوت احنا نعرفه اللي هي اما تقول هي 120 باي والباقي جذر ميو ار على ابسلون ار. ميو ار واحد يبقى بس واحد على ابسلون ار فمنها كلها معاليم صارت بس تطلع الابسلون ار طلع الابسلون ار. زين البيتا عندي البيتا ايش تساوي؟ تساوي اوميجا جذر ميو ابسلون. الابسلون هسه نعلم بقى بس الميو وبس الاوميجا حلا وطلع الاوميجا طلع التردد. بهالطريقة ينحل السؤال. هسه هذا السؤال شباب افتهمتوا هذا المثال؟ مو صعب بس بالنسبة لكم لان قوانين جديدة احتمال تشوف هالشغلة صعبة بس هي ترى سهلة. انت عندك الصيغتين المهمة لازم تحفظها هي صيغة المجال الكهربائي بالصيغة الإكسبوننشال وبصيغة الكوساين تحفظها. ماشي هسه نجي على هذا المثال هو المثال الأخير أتصور. يقول هذا ديترماين ماكو شو شارك شاشة ماكو زين لا أصلا أنت كنت مقادر سات شنو سات كنت مقادر أنت صار لك دقيقة ونص دقيقتين. متأسف أسرع شاين تقريبا مع توقيت الأذان غادرت يبدو أنه شو اسمه يبدو هو غادر مو أنا غادرت
يعني لو ما ادري يعني ما ادري ايش غادر احتمال منطفه الكهرباء او صار انقطع الصوت من عندك تقريبا يعني 3 دقائق الشكل مو مشكله انا هسه راح اوقف التسجيل واعيد لكم المثال مو مشكله نشوف هذا المثال يقول determine the propagation constant gamma for a material having mu r1 epsilon r يساوي 8 والسيجما عندي قيمتها السيجما هي 0.25 بيكو سكند على متر البي هذا معناته بيكو يا شباب البيكو في 10^12 يعني هاي السيجما كلش قليله زين if the wave frequency is 1.6 megahertz شو رايد اطلع الجاما زين اول شيء الماده هي شنو هل هي free space لا استاذ مو free space ليش استاذ نعطيك خيمه الام ار بالفري سبيس الام ار تدمى موجوده توصيليه موجوده استاذ منطيها سيجما يساوي صفر بالفري سبيس صح كذلك اي نعم كذلك الابسلون ار ابسلون ار لازم واحد بالفري سبيس هسه هاي مو واحد 8 باوع اذن هو مو فري سبيس زين هل هو لوسليس خلينا نشوف احنا ايش قلنا نعول على هاي النسبه سيجما على اوميجا اي على اوميجا ابسلون سيجما 0.25 في 10^12 زين والاوميجا منين اجيب هالاوميجا هو من هنا اعطيني تردد اف شو اسوي حتى اطلع الاوميجا يلا سؤال موجه لكم بسرعة. قانون 2 باي اف؟ 2 باي اف؟ اي هذا الاف عندك. استاذ الاوميجا؟ اضربه ب 2 باي. نعم استاذ. راح يطلع الاوميجا. نعم استاذ. زين الابسلون منين راح تجيبه هذا الابسلون بالمقام؟ شو يساوي الابسلون؟ الابسلون شو يساوي؟ مو يساوي ابسلون ار ابسلون نوت؟ ايه ابسلون ار 8 هو منطيني اياه باوع 8 في الابسلون نوت ايش قد 8.854 في 10^12 اذا الابسلون نعلم اذا هاي النسبه اقدر اطلعها هسه لو ميجا نقدر نطلعها 2 باي اف والابسلون هو ابسلون نوت ابسلون ار هاي ابسلون ار وهاي ابسلون نوت باعش قد طلعت النسبة 10^9 أقل بكثير من الواحد صغيرة جدا يعني هذا شنو الوسط لوسليس لوسليس عافيه إذن هو لوسليس شوف شلون ليش زين باللوسليس الألفا صفر بعد البيتا تساوي اوميجا جذر ميو ابسلون نقدر نطلعها يعني الميو ار والابسلون ار معلومه عندي قسمها على هاي كلها القوانين سهله يعني انت مو تخاف منها كل شويه عبالك قانون جديد باوع البيتا ايش تساوي؟ تساوي اوميجا اللي هي 2 باي اف هاي هي الاوميجا في جذر ميو ابسلون غير زين هذا الجذر ميو ابسلون شو يساوي يساوي جذر ميو ابسلون يساوي جذر ميو نوت ابسلون نوت في جذر ميو ار ابسلون ار انت عارف بكيفك تقدر راسا تطبقها كلها لان كلها معلومه الابسلون ار عندك والميو ار عندك
وهذا عندك تقدر تطلعها، والأوميجا عندك إذا البيتا تطلع. بس هو هنا شو مسوي؟ قايل هاي هي واحد على سرعة الضوء. احنا ذي شو سجلنا سرعة الضوء شو تساوي؟ واحد على جذر ميو نوت أبسلون نوت. فهو شو مسوي؟ قايل هاي رأسا واحد على سرعة الضوء، يعني باوع هي شو مسوي هاي. وانت شلون تحل؟ صحيح كيفك. فأجى رأسا هو على مود يقلل استخدام الحاسبة، قال 2 باي في تردد في جذر ميو ار ابسلون ار على سرعة الضوء، طلع النتيجة هاي البيتا طلعت ريدي امبير ماتر. القامة شو ساوي؟ الفا زائد جي بيتا. اذا القامة شوف هو رايد القامة شان. انت اول ما تشوف المثال تقول هذا رايد القامة، اذا شنو القامة؟ قانونها الفا زائد جي بيتا، الفا صفر زائد جي بيتا. البيتا انت طلعتها 9.48 في 10 اس ناقص 2 فطلعت القامة. ها شباب مو سهل؟ سهل مو صعب، بس انت ينظر لك شوية يعني القوانين تتدرب عليها تكون مألوفة عندك. هذا المثال شي يقول يرايد سكندير، هذا على سكندير بعد. والله عندنا خوش عندنا مثالين آخر شيء. هذا المثال يقول نريد السكن ديبث. زين الدلتا ات افريكوانسي التردد مطيني اياه ان الومنيوم. الومنيوم شنو؟ موصل جيد. السيجما هنا مو انفينيتي، السيجما مو انفينيتي بس عاليه تعتبر هاي. شوف ميجا سيمنز، ميجا سيمنز يعني في 10 6 كلش عاليه. اذا هذا موصل جيد والميو ار مطيك اياها. شو يريد؟ السكن ديف دلتا، وايضا يريد القامه. فالشغله اول شيء تطبق قانون السكن ديف بالمواصلات يساوي واحد على جذر باي اف ميو سيجما. كلها عندك موجوده، باوع سيجما عندك والتردد عندك، طبق رأسا طلعت الدلتا. الألفا بالموصل الجيد الألفا تساوي بيتا وتساوي واحد على دلتا. يعني احنا ايش قلنا؟ قلنا الدلتا تساوي واحد على ألفا او الألفا تساوي واحد على دلتا، نفس الشيء بالموصل الجيد. فبمجرد هاي تقول واحد على هاي تطلع الألفا او البيتا نفس الشيء. اذا القامة رأسا ألفا زائد جي بيتا. الفا هي هاي 1.55 في 10 ناقص 4 زائد جي 1.55 في 10 ناقص 4. المثال الاخير قايل ان فري سبيس، يعني هو منطيك الوسط هسه راسا مباشر الوسط منطيك اياه. المجال الكهربائي منطينا اياه. خلينا نغطي الحل حتى نشوف شباب شلون يحلوه. اولا فري سبيس مجال كهربائي منطقي اياه، هذا فورتيكال متر طلع لي الاتش اللي هو فانكشن اوف زيت وتي. شو اسوي هسه شباب؟ شلون نطلع الاتش؟ ها شباب ويانا؟ يلا يا اخوي استاذ قسم المجال الكهربائي على الهيتر. بالضبط. انت عندك الاتش يساوي الاي على الايتر الانترنسنج امبيدنس. زين بالفري سبيس ايش قد الانترنسنج امبيدنس؟ من قلنا 120 باي او 377 120 باي. فتقسم العشرة اس ثلاثة على 120 باي 120 بس تقسم على 120 راح تطلع لك. شو يبقى؟ يبقى اتجاه المجال المغناطيسي. شلون؟
هذا اتجاه الموجة بيا اتجاه هسه هاي الموجة بيا اتجاه بالأي استاذ الأيزيت موج بالأيزيت بالأيزيت والمجال الكهربائي بيا اتجاه بالأي واي أي واي فش نقول اتجاه المجال المغناطيسي يساوي اتجاه الموجة كروس اتجاه المجال الكهربائي هذا القانون مهم يا شباب هذا القانون مهم إيه هذا ذيك الثاني هم خليت لكم عليه هذا قانون مهم شي يقول اتجاه المجال المغناطيسي يساوي اتجاه البث يعني انتشار الموجة هذا قصد كروس اتجاه المجال الكهربائي هذا اي زد اي زد وهذا اي واي فاي زد كروس اي واي يساوي ناقص اي زد فعاد تكتب ال H يساوي ال E على 120 باي في ساين أوميغا تي ناقص بيتا زد ساين أوميغا تي ناقص بيتا زد أي إكس وكان الله يحب المشيني مفهوم شباب هذا المثال شباب بالنسبة لاستقطاب الموجة الموجة تعتبر استقطابها حسب اتجاه المجال الكهربائي فإذا كان اتجاه المجال الكهربائي مال الموجة باتجاه الواي نقول هذا استقطابها باتجاه الواي إذا كان المجال الكهربائي باتجاه الاكس نقول استقطاب الموجة باتجاه الاكس يعني الاستقطاب حسب اتجاه المجال الكهربائي هذا المتعارف عليه يعني اتفاقية اتفقوا انه الاستقطاب نمشي على اتجاه المجال الكهربائي بس مجرد لا اكثر ولا اقل زين